بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناه فون ميد. فيديو النهارده ان شاء الله اجيب لك فيه طريقه حذف الروت والريكفري المعدل من اي تليفون ايا كان بيعمل بنظام الاندرويد، سامسونج، هواوي، ال جي، انفينكس، شاومي، ايا كان التليفون هتقدر تحذف منه الروت والريكفري المعدل ان شاء الله باذن الله مع الشرح ده. نزلت شرح قبل كده من خلال الكمبيوتر، وانا دايما برشح حته الكمبيوتر لانه اسهل واضمن مليون في الميه، ولكن طلب بعض الاخوه ان انا ازاي اقدر امسح الروت من غير الكمبيوتر. طبعا احنا بنتكلم عن روت الماجيسك اللي هو اغلب الهواتف فيه دلوقتي روت الماجيسك، او 99% من الهواتف فيها الروت ده. فشرحنا النهاردة على روت الماجيسك، تابع معايا الشرح. اول حاجة تفتح التليفون، طبعا مش هعمل اي حاجة من على الكمبيوتر، هتخش على الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو يفتح معاك بالشكل ده. هتروح على خيار الماجيسك uninstallery.zip وتضغط عليه عشان نحمل الملف ده. هيفتح معاك الموقع ده، تضغط على داونلود ماجيسك ان انستلري، الخيار اللي احنا شايفينه قدامنا ده تضغط عليه. طبعا كل شغلنا يبقى من خلال التليفون بس، عشان انت دلوقتي يعتبر ما معكش كمبيوتر. هتضغط هنا وتقول له تنزيل، انا عشان منزله مره هقول له الغاء. بعد ما ينزل معاك هتخش هتلاقيه بالوضع ده على الذاكره اللي انت محملها على الداونلود او الذاكره الداخليه ايا كان. هتقفل الجهاز بتاعك دلوقتي وتدخله وضع الريكفري بالضغط على الباور ورفع الصوت. ضغطه مستمر. بعد ما تقفل التليفون تضغط على الباور ورفع الصوت بعد ما تشبك كابل اليو اس بي في الباور للسامسونج. اما اي جهاز تاني هتدخله بالباور ورفع الصوت بس، هيدخل معاك لوضع الريكفري. هيظهر معاك وضع الريكفري بالشكل ده. هتروح على خيار انستول، اول خيار على الشمال فوق، وبعد كده تنزل تبحث عن ملف uninstallery.zip اللي احنا محملينه وتضغط عليه وتسحب الشريط ده. تنتظر لحد ما يخلص كده، هو بيحذف لك ملف الروت من على التليفون، وده ملف اصلا تبع الروت الماجيسك، هم عاملينه مخصوص عشان لو حبيت تحذف الروت من التليفون. بعد كده تقول له ويب كاش وتسحب الشريط ده وتقول له ريبوت سيستم. بعد ما التليفون يفتح معاك تنتظر لحد ما يعمل اعاده تشغيل. بعد ما يفتح معاك هتحذف تطبيق الماجيسك، بس قبل ما تحذف هتبص هنا هتلاقي خيار اللي هو كان بيظهر هنا ان انت تحذف الروت ان انستول مش موجود هنا. كده انت الروت اتحذف، هتروح بس تحذف التطبيق من على التليفون من عندك. كده احنا حذفنا الروت وكله تمام، فاضل عندنا حذف الريكفري المعدل. وما تجريش الفيديو عشان يعني تشوف كل حاجه، يعني انا عايزك تفضل معايا كده عشان في خطوات مهمه لازم تعملها، هي مش قصه حذف الروت وخلاص. لو انت عايز النظام يشتغل معاك تمام ويرجع لطبيعته وتستقبل التحديثات خليك معايا لاخر الفيديو، ما تجريش الفيديو. دلوقتي كل اللي عليك هنحمل ملف الريكفري الاصلي للهاتف. هتحمله ازاي؟ هوريك طريقتين اتنين دلوقتي تحمل منه الريكفري الاصلي للهاتف بتاعك. اول طريقه ان انت تخش على المتصفح من التليفون برضو وتكتب ستوك ريكفري زي ما انت شايف كده، وتيجي تكتب بعد الكلمه دي اسم التليفون بتاعك واصداره، يعني مثلا شاومي، هواوي، سامسونج. انا هنا مثلا هكتب سامسونج A217، فانا بكتب اسم الجهاز وبكتب جنبه اصدار الجهاز اللي هو A217، انت بتجيبه من حول الهاتف، معلومات البرنامج وتجيب الكلمه دي. بعد هيفتح لك اول خيار هتضغط عليه. اهم حاجه بس لو انت سامسونج او اي تليفون تاني خلي بالك من اصدار الاصدار بتاع الهاتف وبعد كده الحمايه. لو انت على سامسونج تخلي بالك من الحمايه جدا جدا، شوف الحمايه عندك في التليفون ايه وتجيبها زيها بالظبط، يعني ما تكونش اقل منها. عندك الحمايه يو 2 يبقى انت هتجيبها يو 2، عندك يو 3 يبقى يو 3. المهم ان انت تجيب الحمايه نفس الحمايه. اما في اي تليفون تاني هتهتم باصدار الفلاشه، اهم حاجه اصدار الفلاشه. بعد ما تتاكد ان انت محمل ملف صح هتنزل لتحت كده هتلاقي خيار الداونلود، هيظهر معاك زي ما احنا شايفين قدامنا كده. تضغط على داونلود عشان يبدا معاك في تحميل الملف ده، بالنسبه لو انت عايز تحمل الملف بس لوحده. اوريك برضو لو انت ملف الفلاشه كامل عندك على الجهاز، او انت حبيت تحمل ملف الفلاشه كامل. لو دخلت كده هتلاقي الملف اهوت اللي احنا محملينه دلوقتي اللي هو ملف الريكفري اللي احنا لسه محملينه، هتضغط عليه ببرنامج او بتطبيق اللي هسيبه لك اسفل الفيديو، تطبيق الارشيف. هسيب لك التطبيق ده تحت الفيديو اسفل الفيديو ان شاء الله. هتضغط عليه وتثبته وتيجي تخش عليه وتفتح المكان ما احنا محملين الملف الريكفري. بعد كده تيجي تضغط ضغط على الملف اللي احنا لسه محملينه وتقول له استخراج هنا. هتلاقي ظهر معانا هنا زي ما احنا شايفين ملف الريكفري دوت ايمج دوت ال زد 4.
برضو احنا لسه هنفك الضغط عنه عشان نوصله لريكفري دوت ايمج زي ما احنا عايزينه. هتيجي تضغط برضو ضغط عليه وبعد كده تقول له هتضغط ضغطه وبعد كده تقول له استخراج هنا برضو عشان نحوله للصيغه اللي احنا محتاجينها. اهو زي ما احنا شايفين كده ظهر معايا ريكفري دوت ايمج زي ما احنا محتاجينه بالظبط كده. انت مش محتاج باقي الملفات ديت، اضغط عليها ضغطه مطوله وقول له حذف عشان يفضل معاك بس ملف الريكفري عشان ما تتلخبطش. ده بالنسبه لو انت حملت ملف الريكفري من على النت لوحده. طبعا لازم تخلي بالك من الحمايه. بعد ما خلينا نرجع ونروح عشان لو انت معاك الفلاشه كامله على تليفون، يعني اللي انت راجل معاك الفلاشه كامله بتاع تليفونك او حملتها كامله من على النت وعشان تبقى ماشي في المضمون هتعمل ايه. دي ملف الفلاشه كامله انا محمله من على النت. كل اللي عليك دلوقتي هتفتح برضو الزد ارشيف، البرنامج اللي انا لسه او التطبيق اللي انا لسه قايل لك عليه، وبعدين تفتح وتنزل تشوف انت حاطط الملف اللي انت حاطه فين او ملف اللي انت محمله بتاع الفلاشه الكامله للتليفون بتاعك بنفس اصدار الحمايه بنفس الاصدار بكل حاجه، وتيجي تضغط عليه زي ما احنا شايفين. هو ده الملف اللي انا محمله، هتضغط عليه وتقول له استخراج هنا. انا هضغط هنا استخراج هنا. العمليه دي بتاخد حوالي دقيقتين على حسب امكانيات الجهاز بتاعك او الهاتف بتاعك. هي عموما يعني بتاخد حوالي دقيقتين في بالكتير يعني ان شاء الله. بعد ما يخلص زي ما نشوف دلوقتي هتيجي بعد هو خلص اهوت هتيجي تنزل لتحت هتلاقي الملفات اللي احنا استخرجناها. هي دي الملفات، كل اللي انت محتاجه منه ملف الاي بي فقط، ملف الاي بي فقط. تيجي تضغط على ملف الاي بي دي ضغطه واحده وتقول له استخراج الى، استخراج الى اسم الارشيف ضغطه واحده، تنتظر ثواني حوالي 20 30 ثانيه كده لحد ما يفك معاك ملف الاي بي عشان نستخرج منه ملف الريكفري بس. انتظر ثواني لحد ما يخلص. انا حبيت اوريك الطريقتين سواء اتحمل فلاشه كامله او الملف بس لوحده. بعد ما تفك الضغط عنه هتلاقي الفولدر ده فوق كده ظهر معاك في المجلدات، هتضغط عليه تفتحه هتلاقي الملفات دي كلها، كل اللي احنا محتاجينه ملف الريكفري دوت ايمج دوت ال زد 4. هتيجي على الملف ده وتضغط عليه ضغطه هيظهر لك بالشكل ده، تقول له استخراج هنا برضه برنامج زد ارشيف، احنا ده كله في قلب البرنامج. هيظهر لك ملف ريكفري دوت ايمج زي ما احنا شايفينه كده. هتطلع بره وتروح على الملفات عشان تحذف كل الملفات دي وتسيب الملف ده بس. هتخش على نفس الفولدر، هي دي الملفات اللي احنا كنا لسه مستخرجينها، علم على الكل وسيب بس الريكفري دوت ايمج اللي احنا لسه مستخرجينه. وبرده تقدر ترجع لورا وتحذف الملف التاني برده، هو ده الملف اهو. ارجع لورا خطوه برده وانزل على الملفات دي احذفها لو انت مش عايز عشان ما تكترش معاك في الذاكره وتلخفنك وانت بتفلش. هو ده الملف اللي احنا عايزينه ريكفري دوت ايمج. انا كده عرفتك ازاي تجيبه تحمله من على النت لوحده، وعرفتك دلوقتي ازاي تستخرجه من الفلاشه لو عندك الفلاشه كامله او انت حملت الفلاشه كامله على تليفونك. عشان كده يبقى احنا عملنا الموضوع من جميع الجوانب، اللي يعجبك اعمله. دلوقتي هتقفل التليفون بتاعك وتدخله وضع الريكفري مود برضو تاني لتاني مره زي ما عملنا قبل كده عشان نثبت الريكفري المعدل، اللي نحذف الريكفري المعدل ونثبت الريكفري الاصلي باذن الله بالخطوه اللي جايه دي. انت كل اللي عليك هتقفل التليفون وتدخله وضع الريكفري بالضغط على زر الباور ورفع الصوت بعد ما تشبك كابل اليو اس بي ده في هواتف سامسونج. اما في الهاتف العادي اي تليفون تاني هتضغط على الباور ورفع الصوت بس هيدخلك على وضع الريكفري باذن الله. بعد ما تخش على وضع الريكفري هيظهر معاك بالشكل ده. احنا برضو مش محتاجين هنا في الخانه اللي احنا شايفينها قدامنا دي غير خيار انستول. هتروح هتضغط على انستول بعد كده هتضغط على سيلكت ايمج سيلكت ستورج. هنا بتشوف انت حاطط الكارت او الملف اللي احنا مستخرجينه في ناحيه، حاطه على الذاكره الداخليه ولا الخارجيه ولا على وصله او تي جي اللي هو زي الفلاشه يعني كده. انا هنا مركبه على فلاشه خارجيه وصله او تي جي. هضغط هنا على الاو تي جي يو اس بي او تي جي اقول له اوكي هيفتح معايا الملفات دي، بس طبعا مش هيقرا معايا الملف الريكفري دوت ايمج لان هنا ما بيقراش صيغه الايمج، بيقرا صيغه الزيب بس. فانت هنا هتعمل ايه؟ هتروح على خيار الانستول ايمج اللي على ايدك اليمين تحت، تضغط عليه هيفتح معاك بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ظهر معايا خيار ريكفري دوت ايمج اللي احنا لسه مستخرجينه من شويه. هتروح تضغط على الملف ده زي ما احنا شايفين كده، الملف ظهر قدام اهو. تضغط على الملف ده ضغطه واحده وبعد كده تعلم هنا على الريكفري زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده تنزل تسحب الشريط اللي تحت ده للنهايه.
لازم تعلم هنا على خانة الريكفري، تنتظر لحد ما يخلص معاك تفليش الريكفري الأصلي للجهاز، وبعد ما يخلص عشان نتأكد ان احنا هنقول له هنا نرجع للواجهة الأمامية، وبعد كده هنروح نضغط على ريبوت عشان نتأكد ان احنا حذفنا الريكفري المعد. تضغط على ريبوت، وبعد كده هنا هتقول له ريكفري، على خيار الريكفري تضغط عليه، هيفتح معاك زي ما هنشوف دلوقتي. هيفتح معانا زي ما شايفين اهو، ده وضع الريكفري في تليفون شاومي، وانا نفذت الخطوه الاولانيه على تليفون سامسونج والخطوه الثانيه على تليفون شاومي عشان خاطر تبقى انت لامن بكل المواضيع وعارف ان احنا ينفع تتعمل على اي تليفون. ما تقوليش مثلا انت نفذت على السامسونج بس، ده انا وريتك اهو حذفت الريكفري المعدل من تليفون شاومي وحذفت الروت من تليفون سامسونج. يعني تقدر تعمل في اي تليفون الخطوات اللي احنا بنتكلم عنها دي. ودلوقتي تقدر هتعمل اعاده تشغيل، هتضغط على الباور تعمل اعاده تشغيل وتخش تعمل الخطوه اللي جايه ديت عشان تضمن. وعشان تبقى ماشي صح لازم تتاكد، لازم تقفل البوت لودر. يعني انت عشان تبقى ماشي صح بعد الخطوات ديت لازم تقفل البوت لودر للتليفون بتاعك. احنا عارفين السامسونج بنفتح البوت لودر، هي نفس خطوات فتح البوت لودر للسامسونج، برضه بتحتاجش كمبيوتر. هو كل القصة ان انت بتوصل كابل اليو اس بي في الكمبيوتر، لو انت ما عندكش كمبيوتر هتوصله في الشاحن وتجرب، ما جابش معاك هتوصله في وصل في تليفون تاني بوصلة الاو تي جي، توصل وصلة الاو تي جي في تليفون تاني وتوصله في التليفون بتاعك وتنفذ الخطوات. واقول لك الخطوات سريعا برضه، لو انت تليفون سامسونج وعايز تقفل البوت لودر هتضغط على رفع وخفض الصوت مع بعض وتشبك كابل اليو اس بي والتنيك ضغط لحد ما يظهر معاك شاشة زرقاء، بعد كده هيقول لك اضغط على رفع الصوت قيمة 7-8 ثواني، هتضغط على رفع الصوت ضغط مستمر لسبع ثواني، هيظهر معاك شاشة تانية بيقول لك اضغط رفع الصوت لو انت عايز تقفل البوت لود، هتضغط رفع الصوت مرة هيقفل معاك بس تبقى عارف انه هيعمل فورمات للتليفون. وفي كلتا الحالات انت كده كده عشان تبقى ماشي صح لازم تعمل فورمات للتليفون، سواء هتقفل البوت لودر او مش هتقفله. بعد ما تعمل الخطوات قفل البوت لودر وتعمل فورمات للتليفون، هتتجه للتليفون بعد ما يفتح معاك وتروح رايح على الاعدادات، خطوه مهمه برضو عشان التحديثات تشتغل معاك. هتروح رايح على الاعدادات وتروح رايح على اباوت فون سوفت وير انفورميشن او معلومات الجهاز، وتنزل تضغط على بيلد نمبر 7-8 ضغطات عشان تفعل خيار المطور. هترجع لورا هتلاقي خيار ديفلوبر اوبشنز ظهر معاك، هنا هتلاقي خيار الاو اي ام انلوكينج متفعل معاك كده وظاهر ان انت تقدر تنشطه وتلغيه لما انت قفلت البوت لودر. لو انت ما قفلتش البوت لودر الخيار ده مش هيبقى منشط معاك فمش هتقدر تتحكم فيه، عشان كده هنا بقول لك لازم تفعل خيار تقفل البوت لودر عشان الخيار ده يظهر معاك. فهنا انت هتقفل الخيار ده، هتقفله ليه؟ عشان يبقى كده الجهاز ماشي رسمي ويستقبل التحديثات. من غير ما تقفل الخيار ده مش هيستقبل تحديثات معاك. يعني انت كل اللي عليك ايا كان نوع تليفونك ايه هتيجي تقفل الخيار ده كده. هنا بيقول لك لازم تعمل ريستارت عشان خاطر التليفون يتفعل معاك الحمايه. ماشي احنا كده عرفنا، هتقفل هنا وبعد كده تطلع تقفل برضو الخيار اللي هو فوق ده اللي هو بتاع الديفلوبر اوبشنز او خيارات المطور. هتقفل الخيار ده اخر وتعمل اعاده تشغيل للتليفون. بعد ما تعمل اعاده تشغيل للتليفون انت كده هتستقبل التحديثات بتاعتك وبدون ما تستعمل كمبيوتر، وكده حذفت الروت والريكفري المعدل وقفلت البوت لودر، ده بالنسبه للسامسونج بدون كمبيوتر نهائي. بالنسبه للهواتف الثانيه عشان تقفل البوت لودر انت بتبقى محتاج تتصل بالكمبيوتر. ماشي بس انا كان شرحي ازاي تحذف الروت والريكفري المعدل بدون كمبيوتر، بس انا كنصيحه عشان تكمل لازم تقفل البوت لودر وتيجي تقفل الخيار بتاع OEM Unlock أو إلغاء قفل الشركة المصنعة، لازم تقفله عشان التحديثات تشتغل معاه. بالنسبة للسامسونج بعد ما تخلص الخطوات اللي أنا قلت لك عليها دلوقتي التليفون هيشتغل معاك تمام ويستقبل التحديثات ومية مية. ماشي غير كده ما يعني لو أنت نفذت حذف الروت وحذف الريكفري المعدل فكده التحديثات مش هيشتغل معاك، لازم تقفل البوت لودر عشان التحديثات تشتغل معاك. أنا عارف إن الفيديو ده طول شوية ولكن كنت حابب ان انا اشرح فيه كل حاجة عشان يوصل لك المعلومة كاملة بإذن الله. ياريت لو حد عنده مشكلة قابلته يبعت لي في التعليقات ويعرفني وانا هرد عليه ان شاء الله. وما تنساش لو انت جديد في القناة تعمل لايك للفيديو
وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس وتخليه العلامة على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. وياريت تاخد بصة برضو كده على القناة عندنا، تخش على الفيديوهات هتلاقي فيديوهات كتيرة تعجبك. كان معكم مجدي منظور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.